انتقد رئيس وزراء باكستان عمران خان الهند بسبب الإجراءات التي اتخذتها في إقليم كشمير، وذلك خلال كلمة أدلى بها بمناسبة يوم الاستقلال. وتوعد خان بالرد على أي عدوان هندي في القسم الباكستاني من كشمير. وقال خان في خطاب متلفز إن الجيش الباكستاني لديه معلومات بتخطيط الهند للقيام بتحركات في كشمير وتوعد بالرد. يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرسوما تنفيذيا يقضي بإلغاء الحكم الذاتي في المنطقة.